هل مولود العذراء محمي من السماء بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2023؟ نعم، السماء بتحميك يا عزيزي. جوبيتر وأورانوس بالثور وميركور والشمس ومارس بالعقرب، أوف أحلى مواقع، بتفتح قدامك آفاق جديدة وبتحقق أمالك وبترسم سقف لمطالبك وبتحدث تحشيد كبير لعناصر النجاح، كأنه كل هالكواكب متفقة هيك ماشية مع بعضها عاملة مسيرة لإسعادك ولحمايتك. بيطغى على المرحلة شعور بالرضا عن الذات، بتكون شامخ صامت، بتفيض سحر، بتستنفد كل قواك لإنجاح مشروع بتحرص عليه وبتجمع له كل أدوات النصر. تتيح لك مشاريع كتيرة ما كانت بحاضرة بالسابق، ربما تتلقى عروض كتيرة من هون من هونيك، تغير أسلوب عملك كمان، وبتشوف أنه من مصلحتك تقبل هالتعديلات. نحن قدام عصر جديد، عصر تغييرات، وبدك تغير حتى بأسلوب عملك، إذا مش اليوم بكرة رح نشوف كلنا أنه في إشياء تانية رح تجي وتبدلنا مفاهيمنا حتى بالعمل. هالشهر بيكون مفترق، بشكل مفترق طريق لبعض مواليد العذراء، وفترة مفصلية حتى يقبلوا انهم يتوجهوا نحو جديد، سواء تعلق الامر بتغيير مكان العمل او مكان الاقامة او حتى بلد الاقامة. بتحقق ارباح، بتستفيد من فرص مالية طارئة ومن عملية تجارية بلشت فيها ربما بأول السنة، بتجني أموال كتيرة ما كانت ربما بالحسبان. بتركز على اهتمامات فكرية مهمة، يمكن تكون مصدر ربح كمان أو مصدر سعادة، مثل مثلا الكتابة، تعليم الأدب، الفكر، الفن، تدريبات مجدية وحوارات ونقاشات فكرية وفلسفية. بالأيام الأخيرة من الشهر بتنصب على أمور عائلية بتستوجب الكثير من الاهتمام والتركيز، ويمكن تتولى مهمة معينة أثناءها، كعناية أحد الوالدين أو حتى الأبناء أو رعايته. على كل حال بخبرك عن الأمور الشخصية بفيديو آخر.